فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن زوجته لم تصم شهر رمضان لأنها كانت حاملة، يقول ما الواجب عليها؟ هل هو القضاء أو الإطعام؟ إذا كانت تخاف على نفسها عليها القضاء فقط، إذا كانت تخاف على الحمل فقط، ولا هي قوية ولكن تخاف على الحمل، قال لها الأطباء لا تصومي لأن الحمل يتضرر، فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.